نموذج مصري مشرف متمثل في دكتور هشام عمران الفائز من مصر عن الدول العربية في مسابقة منظمة اليونسكو الفوزان الدولية، واللي هدفها هو تشجيع العلماء الشباب في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. طبعا الدكتور هشام حصد الجائزة في فئة التكنولوجيا والتصميم الإلكتروني، نظرا لأن ليه العديد من المساهمات في ابتكار تصميم أشباه الموصلات. إيه هي الحكاية دي بالظبط؟ تعالوا نشوف. أعلنت اليونسكو عن أسماء الفائزين الخمسة بجائزة اليونسكو الفوزان الدولية لتشجيع العلماء الشباب في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وفاز من مصر ممثلاً عن الدول العربية الدكتور هشام عمران عن فئة التكنولوجيا بما له من مساهمة فاعلة في ابتكار تصميم أشباه الموصلات، وله بحث مبتكر في التصميم الإلكتروني الحائز على جائزة في مؤتمر الأتمتة عام 2022. وتختار اليونسكو الفائزين بناءً على نصائح لجنة تحكيم دولية تتكون من خمسة أعضاء بارزين مستقلين، وهم شخصيات ذو سمعة عالية ومعترف بهم في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وتتألف الجائزة من شهادة وميدالية ومبلغ قدره $50,000 لكل فائز من الخمسة فائزين. وساهم الدكتور هشام عمران في تطوير وتدريس العديد من المقررات العلمية المتقدمة في تصميم الدوائر المتكاملة التناظرية وتصميم الدوائر بمساعدة الحاسب وتصميم الأنظمة المتكاملة التناظرية وتصميم الدوائر المتكاملة الرقمية. كما أتاح هذا المحتوى العلمي مجاناً على الإنترنت للباحثين والشركات الصناعية، ونشر العديد من الأبحاث العلمية الدولية، كما شارك في العديد من المؤتمرات الدولية وعمل محكماً للعديد من المجلات والمؤتمرات الدولية. وكان الدكتور هشام عمران قد حصل على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الهندسية في عام 2020، وحصل أيضاً على جائزة جامعة عين شمس التشجيعية في مجال العلوم الهندسية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة للعام 2022، خاصة وأن اهتماماته البحثية تتركز في تصميم الدوائر المتكاملة التناظرية والمختلطة، وتحديداً في أنظمة التصميم باستخدام الحاسب. وقد بدأ الدكتور هشام عمران حياته العلمية كمعيد في قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة جامعة عين شمس في عام 2008، وشارك في العديد من الأنشطة البحثية الصناعية، منها مشروع تصميم أول مطياف ضوئي مصغر، كما ترقى إلى درجة مدرس مساعد في عام 2011، وسافر إلى المملكة العربية السعودية، حيث كان باحثاً في مختبر المجسات بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية حتى عام 2016، وأيضاً حصل على تدريب داخلي في مركز بوش للأبحاث والتكنولوجيا بكاليفورنيا في الولايات المتحدة، وفي عام 2016 عاد إلى كلية الهندسة بجامعة عين شمس ليستكمل عمله الأكاديمي والبحثي حتى وصل إلى درجة أستاذ مساعد في التخصص.